لا بسم الله. إذا كان هؤلاء الكفار من قتلة الأنبياء وأخيراً السفارة في الأمارة بسبب أنت هنا. أنا أوريك السفارة في الأمارة. أنا أوريك السفارة في العمارة وأكيد في 2005. مسبوحة أشهد الأصوات تعبنا من هاجر الله. لا والله يا جماعة. طيب يا جماعة. لا محادة إنسانية يا أستاذ المصري. النموذج هي أصلا نمدع. خليك اللي روح ما أروح مدرسة ما يبغى. يا أستاذ المصري يا أستاذ المصري. نعم يا عبدالله زيادة العباس إيش في؟ هذا مدرسة الله يكرف المدرسة الجيفة. إيش قلت المدرسة الجيفة؟ لا هي المدرسة الحمد والفيلوية حرام. إيش كنت؟ حرام؟ والله لأقول لك عبد الفتاح وعيسى يلا كلكم. يا عبد الفتاح وعيسى تعالي شوف الاشي قاعد تسوينا الاستاذ المصري ضد كل الحلوة والحرام. جيد تعالي شوف يا عبد الفتاح وعيسى ايش قاعد تسوي للاستاذ المصري. نعم يا عباس وعبد الوزير. يا بني ادم يا عبد الفتاح ضد كل الاستاذ المصري كل المدرسة الجيفة والمدرسة الحلوة والحرام. هذا مدرسة رباني مدرسة الجني. ممتازين يا عباس وعبد الرزاق المدرسة الجيفة والمدرسة اللي يعها الله يكرم. ويل عبد الفتاح وعيسى انت يا عباس وعبد الرزاق انت ما اشوفك عم تسوي انتم يا ولدي. عيه لا اله الا الله كشرت كل العين يا عباس وعبد الرزاق. يا عبد الفتاح منش تزعل ما يبكي. لا يا عبد الفتاح لا تبكي لا تبكي. تعال معايا يغني يسأل سؤال. يا عيسى وخليك أشوفك عاد تتسوي المدرسة الحرام وكيف المدرسة الحلوة مو كيف المدرسة يا يروح معايا يا عبد الفتاح وعيسى خليك المدرسة الجيفة يا عمو حلو. أحسنت يا عباس وعبد الرزاق.